قال ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا في قومه شريفا معظما وكان من حكمة أحكم الحاكمين. طيب قال دخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد هذا في أول الإسلام وقريش ما كانت تنكر عليه تبهل النقطة دي مهمة قريش أخواننا قلنا يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة استجاب له ناس وقريش لا تنكر ذلك لأنه قريش ما كانت عندها مشكلة كون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعبد آلهته أو كون بعض الناس يترك عبادة اللات والعزى ويعبد الله وحده هذه ما كانت المشكلة عندهم إنما كانت المشكلة عندهم الأكبر أن عبادة الله وحده تتضمن وتقتضي أن ما هم عليه باطل وأن آباءهم ماتوا على الباطل وماتوا على الشرك وأنهم كما قال أبو جهل قال لهم إن محمدا يزعم أن آباءكم يتحافتون في النار قال لهم قال لنا مايكات كنا يا أخواننا كلها ما كان خليتونا منا يكون أحسن كلها ما دا تشتغل طيب قال لهم إن محمدا يزعم أن آباءكم يتحافتون في النار فدي اللي هم يعتبروها مسبة عشان كده قالوا له سفحت أحلامنا سفحت أحلامنا يعني نحن اللي بنعمل فيه ده كله ما عنده قيمة وسببت آلهتنا مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا بذيئا ولا كان بيلعن آلهة يعني آباؤهم لا لكن قالوا له سفحت يعني سببت آلهتنا وسفحت أحلامنا باعتبار انه آباؤهم ديل ماتوا على الشرك وبيدخلوا جهنم وهم بعبادتهم دي حيخشوا جهنم فاذا يا اخواننا نفهم من هذا ان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته نقد الباطل لانه ما اكتفى بعرض الاسلام لاحظوا الاسلام يحتاج الى عرض انت بتقدم الاسلام وتنقد الباطل فهناك عرض ونقد فهم ما اتاذوا من العرض كونوا يعبدوا الله هذا عرض للدعوه لكن تاذوا من النقد للالهه بتاعتهم ان هذه الالهه باطله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال لهم انتوا آلهتكم دي شنو؟ دي حطب بعدين بولعوا به جهنم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يذكر بشنو؟ أيوه بالسوء إنه دي آلهة باطلة وإن ده هي حطب جهنم وانتوا بتعبدوا في الاوثان والبيموت منكم على الدين ده بخش جهنم فالنقد اليوم ده ها ده هو الوجعهم